لقب غالي طبعاً. وهدف غالي، ويمكن يعني يمكن من احلى الاهداف اللي اتعملت في البطوله جداً دي، جداً. وافتكر كمان انه من اغلى الاهداف على قفشه، هو بنفسه قال كده. استاذ محمود، عدت عليك اللحظات الاخيره في المباراه ازاي؟ وانا بكتب الايه؟ نقول له ما تحركش يعني، قول براحتك يعني. لا لا استاذ محمود، متعودين على صراحته يعني. استاذ محمود لا انا بجد يعني كنت منتظر تتصل بيا، ما كلمتيش عشان تبارك لي، بس يعني هو كان متوتر جدا بصراحه. قبل تحليل كنت بعمل تحليل المباراه في الاهرام، طبعا بكتب المباراه لما جه الجول في الدقيقه 35، سبت القلم قعدت عملت كده. ده انت كنت بتشغل وانت انا بشتغل وانا بتفرج يعني، سبت القلم وقلت لا خلاص بقى نستنى بقى ال 10 دقايق يعدوا على خير، ما تضمنش ايه اللي يحصل. لكن انا شايف البطوله دي هي اكبر يعني، الفوز فيها هي اكبر من بطوله يعني، مش بطوله كل ده، دي بطوله اسمها انتصار للاهلي، الاهلي فقط، الكيان نفسه، الكيان نفسه عادت له الروح بعد يعني اقول 3 سنوات صعبه جدا، متقلبه، ازمات على مستوى كبير جدا، محن كثيره مرت على هذا النادي، تحملها طول اداره، تحملته الجماهير، تحملته اللاعبين بالتدريج، ولكن اراد ربنا سبحانه وتعالى ان ينصف هذا المكان، وان يقول المكان ده لن سيبقى، لن يختفي، لن يستطيع احد ان ينال منه. هي دي الرساله الواضحه من الفوز ده. الهدف ان يجي بالطريقه دي في الدقيقه 85 ياكد لك على الروح، ياكد لك على اراده ربنا في الدفاع بشكل او قول زي ما انت عايز، قول زي ما انت عايز، قول الاهلي تراجع في المباراه، قول ما تكلمنيش على الفنيات، بعيدا عن الفنيات، بعيدا عن الفنيات ما تكلمنيش على حاجه، لكن في اصرار، في حاجه قالت للراجل ده روح في الحته الفنيه دي اعملها كده خلاص خلص الماتش. المعنى اكبر من نتيجه بطوله كابتن هاني، والمعنى اكبر في انك انت المكان ده لازم تحافظ عليه بشكل اخر، ده كيان من الكيانات الرياضيه الكبيره، لازم الحاجات الكبيره عندنا في بلدنا. الاهلي مستمر وسيبقى شامخا طبعا يعني، الكيانات الكبيره، اهلي، زمالك، الاسماعيلي، المصري، الناس، الحاجات الموجوده دي كبيره عندنا، نحافظ عليها، لازم نحافظ عليها، لان الحفاظ عليها معناه استقرار الدوله، معناه استقرار حاجات كده. شفنا حجم الفرحه، يمكن انتوا كنتوا هنا، احنا كنا موجودين في الاهرام في الاخبار، قعدنا اكتر من ساعتين عشان نعرف نروح من الشوارع المقفوله، الجماهير اللي خرجت، لا فرحه الناس كبيرة. اللي قفلت التتش وحوالين التتش، فرحه كبيره جدا يعني، بقول زي ما احنا بنتكلم كلنا بنقول دي نقطه مهمه جدا انتظرها جمهور الاهلي، اللي هو يعني مش عاوز اقول هو البطل الحقيقي، هو البطل الحقيقي فعلا. اللعيبه ادت ما عليها، مجلس الاداره وخد الكابتن محمود الخطيب تحمل ما لا تحمله احد بامانه شديده. انا عاوز اقول مبروك، دي بدايه لعوده يعني 10 سنوات او 7 سنوات سمان باذن الله تعالى، المزيد من البطولات، عندك بطوله بكره، عندك بطوله يوم 10 ديسمبر، كل الحاجات دي يعني اتمنى ان شاء الله يكون فيها التوفيق. عجبتني قوي جملتك اللي قلت فيها ان تتويج البطوله ديت يعد انصافا للنادي الاهلي، مش مجرد بطوله وكسبناها وخلاص، لا انصافا للنادي الاهلي يعني للي حصل الفتره اللي فاتت يعني. كانت في ظروف كتيره جدا عندتك زي ما بنقول شويه، فكان فعلا الفوز بيها مهم جدا، عشان بيحمل معاني كمان اخرى غير الفوز، ده غير الفوز بالتتويج، غير الفوز بالتتويج، فسري دموع الكابتن يعني، فسر دي حقيقة، دي حقيقة، وسجوده على الأرض بطريقة دي بتحوي معاني كبيرة جدا للي شافها واللي ما شافهاش، يعرف حجم الضغط اللي تعرض له رئيس النادي الأهلي في الفترة اللي فاتت، وحجم الصمت اللي صبر فيه على كل الإيذاء المعنوي، وحتى مش عاوز اقول البني، نزال معناه هو اخطر ما في الامر. البطوله دي جاءت للاهلي، وعارف اخطر حاجه ما في الامر ايه؟ الصمت. لا طبعا الصمت، ان انت كنت حريص طول الوقت ان انت ما تردش، حتى سخروا من الصمت. لا بس خلي بالك، حتى سخروا من الصمت على رأيك.